المفاجأة التي حكي عن عزم النائب وليد جنبلاط تفجيرها في الجمعية العمومية للاشتراكي تمثلت بإعلانه الترشح لآخر مرة لرئاسة الحزب بعد 34 عاماً في المنصب عينه منذ اغتيال والده. لا تعيين بعد اليوم، إنما انتخابات، ومجلس القيادة ستخفض ولايته من 4 إلى 3 سنوات. في زمن الربيع العربي لابد من خطوات ديناميكية في التغيير، وسيكون مجلس القيادة الحالي انتقالياً لمدة عام واحد. بترجي يكون موضوع الوراثي منشيله من ذهننا، كي يبقى موضوع نيابي ودور المختار، هذا شأن خاص، شأن عائلي وسياسي، أنا بناقشه بالحلقة المطلوبة بس لا للتوريث طبعا. كلام جديد في أحزاب لبنانية لم يعرف معظمها سوى منطق الوراثة. الإصرار من قبل قيادة الحزب ورئيسه على مبدأ الانتخاب بعكس المرات السابقة يلي كان يتم فيها تعيين بعض أعضاء المجلس القيادي ويتم انتخاب الآخر عن طريق التزكير. وإذا كانت همسات سمعت تقول لن نسمح له بالانسحاب من قيادة الحزب، فإن آخرين رأوا جرأة في الخطوة. تدريجيا يلقى القبول، ما في شك أنه هو شكل ربما للبعض نوع من صدمة، إنما هو في نهاية المطاف هذه إرادة التغيير تبقى هي الأقوى. أكمل جنبلاط طرحه متشبها بالحزب الاشتراكي الفرنسي، داعيا إلى الاستفادة من تجربته الحزبية الانتخابية. موقعه أكبر من الحزب، أكبر من موقعه كنائب أو كوزير، له موقع وطني واسع، ممكن أن يكون هناك دور أكبر للرفاق الحزبيين في المرحلة المقبلة، ويبقى وليد جنبلاط حيث هو قائدا للمسيرة. ثورة جنبلاط الديمقراطية أكملها الحزبيون في صناديق الاقتراع، حيث محضوا ثقتهم لقيادات شابة من بينها 7 يترشحون للمرة الأولى على حساب قيادات معروفة في الحزب كشريف فياض ووليد صافي وجهاد الزهيري، وهم من الرعيل القديم. ربيع الحزب طبعا وعدت ومستمرين، والموعد 30 مبدئيا 30 تشرين 2012. رح يقبلوا برأيك الجمهور؟ ودع وليد جنبلاط الحزبيين على أمل المضي بحزب يحاكي التجارب الديمقراطية.